אבל מאז שהוא נפגע ברחבה של באר שבע הוא מדדה. איזה שער של אוגו! איזה שער ענק של אוגו! הגעת את המצבים שכוללים חדירה לתוך הרחבה. שער ענק שלו. כן, רדי פותח מהכלל. יש לו שער אחד שצריך. תקופה שער הוא רואה כאן. עזור לחברים שלו לשמור על התוצאה. שהוא קרא, ג'ון אוגו משלים כאן מהפך אדום. הפועל הראשונה של כפר סבא, יש באר שבע מטביע כדורים מהטובים שיש לנו, אם לא הטובים. ז'אן עשה את העבירה שהוא עשה שטות. משאיר את אוגו ואז פס לאחור תוך כדי כך של אליאניב מרים את הראש, אוגו ברגל הפחתניה, והנה כדור אחרון ושער 2-4. דבר אבל לפחות את טור השער הוא כובש את הרביעי שלו העונה. זגלו, אליקסון, הוגו, עכשיו אל ארביטמן, 3-4 למסגרת, 75% הצלחה, 80 מול קליימן, לוקח מרחק הרצה גדול, הוגו אל הכדור.
الحكم مثل هذا العرض ومثل هذه القتالية حتى هذه اللحظة. ملعوب في لقاء الليلة يأتي به خلف المهاجمين، يأتي به خلف عرياني أخرى على عرياني في العمق يبحث، ولكن هذه المرة سيمادو روح حاضر من جانب عبد العزيز، كرة في العمق لم تصل العرياني. أيضا الدفاع يقدم شوط 10-10، حاول مرور يأتي من جانب العرياني، هند الشقيطي الظهير الأيمن يتقدم يلعب كرة أمسية، لكن أيضا تقرا من جانب جون زوباد إلى حمدان يلعب كرة لدى منصور، يوناردو يلعب كرة في العمق، أرضية محاولة بالكعب من جانب كرة ملعوبة وصل لدى هارون كمارا، بعد ذلك تبعد إلى خارج أرضية الملعب. يعني عمرك ما تشوف ياخذ بعض الثواني، ياخذ بعض الوقت في الوقت الذي سارج تمريرة مارين يلعب كرة لمولد العرضية والتغطية الدفاعية، التغطية وأول ركلة زاو، حاول مرة ثانية سلمان المؤشر، حسين المقهوي ينقل كرة لتفاريز، استلام بالصدر والتغطية الدفاعية من جون أوغو يتقدم يلعب الكرة، شوف هذه السريعة يلعب الكرة عبد الله اليوسف صاحب 30 سنة على فكرة، عبد الله اليوسف بالاستلام يلعب كرة للأمام أوغو اليوفان، أخذ المكان الرائع والسليم والقراءة والتصرف الرائع والتصرف الرائع، شوف المدافع، المدافع أمامه أكثر من لاعب لكن خطأ، أوغلو أخذ الكرة على خط المرمى، هذه كرة للأمام ماركو مارين يلعب الكرة للأمام، يتدخل المدافع أبعث عن يكون هذا الانتصار العاشر، كرة ملعوبة سلمان المؤشر والعرضية والتغطية الدفاعية يلعب أمام لاعبين، تخلصت الكرة من أمام، خلصت الكرة من أمامه. ولدينا ياسين برناوي على اليمين، ولدينا أحمد عزيري، ماتجادو، فهد الحمد على خمس بالنسبة للتعاون صاحب 27 نقطة، واليوم العدالة لديه 12. كرة تتهيأ مرة ثانية وكرة ملعوبة للأمام وكرة مقطوعة، لكن أودو أوغو نيجيري التالي الاستقطاب، واحد من أسماء الخبرة نايف هزازي، وتتكلم أيضا عن أحمد مصطفى اللاعب اللي كان ياوي وأيضا اللي في دور كاميرولوس. أوغو ياخذها النيجيري ويلعبها على اليسار، خطير ترى داما تراوري، داما تراوري كرة ملعوبة على اليمين، أوغو خلص كرة يبعدها يحولها إلى خارج الملعب، سالي مانداو، أوغو صافاس يحاول يتقدم ينقل كرة مرة ثانية، يلعب كرة لأوغو، نيجيري يلعب على الفريق نادي ضمك، مرت المحاولة ولا زالت، نقل الاتجاه لمصلحة اللاعب رقم ثمانية الذي يدخل لقاء بعلي المزيدي، حراسة المرمى أحمد السلطان، ميدوين ماندو. كانت الأمور هادئة في شوط اللقاء الأول، إذا كانت الأجواء هادئة في شوط المباراة الأول بالطبع أن بشكل ممتاز. أيضا الكرة تعود الآن في الخلف، المحاولة تمشي لمصلحة المزيدي الذي مر بشكل ممتاز، لعب الكرة محاولة بالكرة التي لم تخرج لكنها تعود من كوستا، المحاولة تتخلص ترجع الكرة الثالثة، الفوز على الفيحاء 2-1 كذلك على أرضية هذا المدينة من شمال إفريقيا، على مستوى اللاعبين على مستوى المدربين الكثير من اللاعبين القادمين. أما فيتور الأرجنتيني الذي يستعد يلعب كرة لكن الكرة تتخلص،